بزاف ديال الاخوان كيتهربوا من كاميرات الاي بي ومن اجهزه الان في ار لانهم ما كيبغيوش يدخلوا في التعقيدات ديال الاعداد والتركيب، ولكن مع شركه يونيفيو وفرت لينا البساطه في الاستخدام. تقدر بنفسك تربط كاميرا اي بي مع جهاز ان في ار وتشتغل بدون تعقيدات بفضل خاصيه بلاج ان بلاي. يعني من اليوم ما غاديش تحرم راسك من الجوده الرائعه اللي كتكون في كاميرات الاي بي والاعدادات المتقدمه وبزاف ديال الامور اللي كتكون في كاميرات الاي بي، كتكون افضل من كاميرات الانالوج لا من ناحيه الجوده لا من ناحيه الاعدادات. دابا من اليوم غادي تقدر انك تشغل نظام كاميرات اي بي واجهزه ان في ار من يونيفيو بلا ما يكون عندك واحد التجربه كبيره في مجال كاميرات المراقبه، وتقدر بنفسك انك تركبهم. غادي نوريكم الطريقه الان الاخوان كيفاش ركبوا كاميرا اي بي مع جهاز ان في ار من شركه يونيفيو، واحد البساطه في الاستخدام، داكشي رائع جدا الاخوان. عندنا هنا هاد الكاميرا اي بي، ها هي من شركه يونيفيو. غادي دابا نستخدموها مع هاد الجهاز ديال ان في ار من يونيفيو، وغادي تلاحظوا معايا ان الامور بسيطه الاخوان، ما تحتاج منكم حتى شي اعدادات مفتقه. لاحظوا معايا الاخوان، ها هي دي كاميرا اي بي دوم. هانتوما الاخوان شوفوا الكاميرا، هي هذه كاميرا الاي بي. غادي نقومو بتشغيلها الان، غادي نديرو كابل الشبكه وغادي نبرونشيوه مع سويتش البي او اي. الا كان الان في ار فيه لي بور بي او اي فراك غادي تبرونشيه مباشره في الان في ار، الا ما كانوش فيه لي بور بي او اي غادي تحتاج السويتش بي او اي باش انك تربط معاه كاميرا الاي بي. غادي نبرونشيو هكا مباشره كما كتلاحظوا، ها هي دي شعلات الليد على ان راه الكاميرا كونيكتي. هانتوما الاخوان غادي نضغط مباشره، نمشي للمنيو، نمشي للكاميرا وغادي نضغط على علامة كاستم اد وغادي ندير سيرتش. كيف كتلاحظوا ها هي ظهرات الكاميرا الاي بي الثانيه، وغادي ندير اوكي. كما كتلاحظوا الاخوان ها هي دي تزادت الكاميرا الثانيه، تمت الاضافه بنجاح. هنا يمكن لي نشوف واحد البريفيو او نخرج القائمة الرئيسية. كما كتلاحظوا الاخوان هي دي الكاميرا، صورة رائعة الاخوان، صورة جيدة كيف كتلاحظوا، ممتازة. يعني واحد السهولة في استخدام الاخوان، ما كاين حتى شي تعقيدات. هالطريقة الإخوان بالنسبة للاستخدام العادي، الاستخدام المنزلي. بالنسبة للناس اللي غيكون عندها العداد وغتبغي تضبط الأمور ديالها باحترافية، فيمكن لك أنك تحمل برنامج إز تولز من الموقع الرسمي ديال يونيفيو، وتقدر بداك البرنامج تغير الباسورد ديال كاميرات الاي بي ديالك، وتقدر انك تعطيهم اي بي ادريس فيكس، يعني ما كتغيرش، وتضبط الامور ديالك باحترافيه. اما بالنسبه للاستخدام العادي والاستخدام المنزلي، فيمكن لك انك تبرونشي الكاميرا مباشره وتقوم بالبحث عليها، وبعض المرات راه كتظهر اوتوماتيك في المنيو بلا ما تبحث عليها، كتبان لك الكاميرا اي بي بانت في الشاشه. اذا الاخوان كنتمنى ان هذا الفيديو هذا يشجعكم على نظام كاميرات الاي بي واجهزه الان في ار. الامور الاخوان راها بسيطه، واي واحد لقى شي مشكله انا موجود في الخدمه، نعطيكم المساعده التقنيه بكل فرح. اذا الاخوان هذا فيديو اليوم كنتمنى ما يكونش طويل، وكنتمنى تكونوا استفدتوا منه وشاركوا مع الاصدقاء والاخوان. وما تنساش ديرنا سبسكرايب في اليوتيوب شانل، وما تنساش ايضا تتابعنا في الفيسبوك بيج. وهذا هو فيديو اليوم، الى اللقاء الاخوان.